عسلم عسلم ما مرحبا عايشك وبيك اكثر لبس عليك الحمد لله هتملنا روحك انا اميرة فارسي نخدم في مؤسسه بنكيه تجاري وحسيلو عندك بنيات عندي بنوتة زوزولي بنوتة وزوزولي شباب يعني شباب وي كيفاش يكون الحوار مع الشباب في وقتنا هذا حوار والله صعيب برشا خاطر لي جون توا تيتو سيتادير معناها ياسر يوسف مصحاح دونك يلزمك تكون معناها تكون انت بيدك اكيليبغي معناها يلزمك تهبط معاهم تصحبهم او ميم طون تكون سيفير زاد شويه معاهم خاطر هكا النوسيون نتاع تكون انت مثلا ام معناها كوميم يعني حضورك يلزم يكون فيرم في حالات وفي حالات يلزمك تكون كيفهم وتتصرف معناها مش تعرف شنو اللي قاعدين يخموا تقرب لهم برشا خاطر توا تربيتهم صعيبه برشا بويسكو هاك ترا لونتوراج فريمون سي مش كيما تربينا نحنا كيما تربيو هما شنو هو الفرق؟ اللي ريتو انت بون الفرق قبل ما كانتش عندنا لي ميديا برشا معناها ما كانش عندنا مثلا اي فوالا تليفونات خاطر ما تعرفش شنو اللي يستعمل في التليفونات ينجم يستعمل به كيما يستعمل الخايب دونك معناها فريمون يلزمك معناها تعبي لهم زاد وقتهم برشا بليزاكتيفيتي انا بنتي باغ اكزومبل ديما معناها شنو فيش نحطها نقولها برا اعمل سبور تري امبورطون هاكا وقتها تلقاها معبي ما خاطر في وقت فراغها نجم هاي نحب مع صاحبتي ونستنى المراهقة قداش عمرها؟ بنتي عمرها 15 ans دونك في سن المراهقة في سن المراهقة دونك صعيبة برشا وسهلة برشا يلزمك تعرف انت كيفاش تاخذ العصا من الوسط لا تكبس برشا لا ترخف برشا حاسينو خاطر معني نحب ولا نكره توا ياسر وقت صعيب برشا دونك لازم تسايس وتصوحب وكل جو وتعملهم الكل فوالا باش تكسب ثقتها تكسب ثقتها مثلا تقولها اللي عايش بنتي ايش احكي لي ميسالش شنو عملتوا لما في الليسي حتى كان فما حاجه معناها يلزم يكون سبورتيف معاها فهمت باش هي تتمالي وتبدا تحكي لي وكل شيء انت في العاده ام صعيبه ولا ايه؟ والله انا حتى كي نكون صعيبه يضحكوا عليا خاطر على غالب معناها نحاول حتى نحب نضرب وكل ما يقولوا لي ماما ما تويتيكش ما نجمش نكون صعيبه صحيح والله انا برشا نشد شو نشد ومن بعد نرخف مي فما معناها حاجات دي ريت كل شيء اوكي سي معناها توليرابل بالنسبه لينا الا معناها لي برانسيب اوكي البس تفرهد اما فما دي ليميت اللي ما يلزمكش معناها تتعديهم خاطر هذيك تربيتنا بون نقعد ونقول انا تربيت معناها تربيه في عائله وبو وام اكيليبغي دونك انا نحب زيد اولادي كيفي انا معناها كلي ما نحبهمش كلي متسيبين وكذا اما اوميم طو راني متحره يعني مانيش كونتر اللبسه يعني نحبها تلبس وتتفرهد حدود معقوله وتعيش وقتها خاطر انا الحمد لله عشت وقتي سافا اما ما همش كيف كيف علاش خاطر تحسهم يكبروا قبل عمرهم جيل توا برشا يحبوا كل شيء معناها في سافيسا معناها ويحبوا الحاجات السهله صعب صعب الحقيقه قلت لي مراهقتهم تحس بها اي نحس بها انا هاني قلت لك انت قلت لي كيفاش يكونوا صغار فما صغار ما تحسش بمراهقتهم وفما تحس لا صعيب ياسر توا مثلا انا الحمد لله مثلا ترى لطف عبيد تلقاها مشيت لك في سيركوي خامج برشا وتلقى معناها زمام الامور تنحات من يد لي بارون تلقاه مثلا يتكيف وراسو صحيح ويتقبح وكذا بون انا الحقيقه بنتي ما عندهاش هذا الكل بون الاولاد صغار شويه خاطر بحكم بيناتهم 24 تويمه هما 12 بون عندهم حاجات اخرى صعيبه شويه شنو هما؟ قرايه واحد يحب يقرا واحد ما يحبش تويمه هذم؟ اي تويمه مش يقولوا تويمه ديما كيف كيف لا لا ما همش كيف كيف سي با فغي يتعبوا واحد تلقاه قراي والاخر مش قراي والاخر تلقاه عاقل والاخر هيج ما همش كيف كيف
الوغ البنوته هاني قلت لك جس معناها عنده شخصيه قويه، راسها صحيح. مثلا نقول عايش بنتي كذا، هي صحيح معناها الحق، معناها انا شاده زيما من الامور. اما هاوكا ساعات تقول لك تحب تفرض شخصيتها وكلمتها، وانا وعليش وانا كيفاش وانا ماما. تحس روحها كبرت. كبرت. انت ديما ترى فيها صغيره. ترى فيها صغيره. بيك ما تكبرش. لا. اما هاوكا نحن كل اصحاب ديجا، حتى كي نقعدوا مع بعضنا تقول علينا اخوات، خاطر بون انا خاطر قاعد ديما جون ونحب. نحب معناها لو سيت بون، بورتون راني عندي كالي في مخي مانيش. تقعد ديما ام معناها. تربيتي لي برانسيب هذوكم. ما تربيتوش كيف كيف. الحمد لله. لا 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 وان شاء الله واش خاص كان يرجعوا لك التربيه هذيك نتاع امي. اي لا نحب. معناها توا كي تشوفهم هكايا كيفاش عايشين، ما تقولش ما صابني جيت في الوقت هذا، ولا تقول هما ما صابهم جو في وقتي. مستحيل. لا لا كل وقت وقته. بالعكس انا نقول وقتهم خايب. الوقت اللي تعدى ديما خير من اللي جاي. اي فوالا. والله بون معناها هاني قلت لك هي فما مساله ثقه، يلزمك انت تعطي ثقه في صغيرك، ويلزم هو زاده يعرف يكسب الثقه اللي انت عطيتها له. فوالا معناها يلزم فما ثقه متبادله. هاني قلت لك يلزمك تعرف كيفاش تشد العصا من الوسط، لا تسيب لا ترخف، تصوحب تتبع تراقب حتى من البعيد. تدخل في المواضيع نتاعهم، تحاول معناها انك تفدلك معاها وتحب تفهم شنو هما جوهم. بون بورتون ها تيك توك وهالحكايات. عندهم تيك توك ولا؟ عندهم بيان سور. لا ما نعرفوش معناها. هاكا نحب نعمل معاهم جو كذا، فهمت؟ اما نقول لك والله ربي يهديهم ويعطيهم الوقت الطيب، وربي معاهم خاطر وقت صعيب بالرسمي. شنو الحاجات المسموح يعملوها صغارك ولا يتبعوها، خاصة المحتوى اللي تقدمه التلفزة، وشنو الحاجات اللي لا؟ التلفزة بو والله مسلسلات، اما فما مش كل شيء معناها ماذا بيا. فما كالي في تونس توا بصراحة حكايات ماهيش نتاعنا جملة، أنا جو سوي كونتر. بون يتفرج في ما نعرفش أنا سبور، نعمل له انترنت على ما نعرفش أنا، يحب يتبع دي ماتش الأولاد سورتو كورة. بنتي نخليها تبع في اللي سورتو هاني قلت لك نعمل فيها اللي نعمل لي زاكتيفيتي سبورتيف، خليها على راحتها. اما راحتها اما نراقب، مش كل شيء مسيب، فهمت؟ يلزم فما المراقبه. هاني قلت لك نعطيها حريتها في لبستها، في مثلا في سبورها، في صاحباتها، مش كثير صاحبات، صاحباتك اللي انا نعرفهم ونعرفهم مي اميتهم، ونبداو نخرجوا حتى مع بعضنا ونعملوا بروجرام مع بعضنا. كيما اليوم هاني تعبه وخذيت لها بخاطرها، قالت لك نحب نهبط وسط تونس، قلت لها ما نحرمكش وبورتون تعبه، فهمت كيفاش؟ معناها باش ما نقولش كل شيء لا 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 لا، للي تولي كبت هكاك. انا كونتر الكبت، نحب انت تتفرهد وتشيخ باش غدوه ما تحسش روحها محرومه من حد شيء، اما دون دي ليميت. وكا يعطيك الصحة مدام وربي يفضلهم. يعيشك سي تري جونتي، حتى انت محلك.